نعم في مشتقات من الأملاح ومن البوتاسيوم ومن كذا ومن الآخرة في ما ومشتقات النشا ومشتقات الأصنصات الموجودة فيه. هو الكريم بس لعملية التمشيط. بس. لسهل التمشيط بنحط على على الجذر من تحت على أسفل الشعرة وبنعمله في الطريقة هاي هيك بنغزيه شوي هيك شوي 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 شوي. تدليك. بنفركه ولكن دقيقتين وبنشطف الشعر لكي إحنا نعطيه سهل التمشيط وناعم. أما حمامات الزيت المصنعة عالميا والمصنعة بجودة قوية جدا مش العلبة بدينار روح أجيب لي 5 علب وأحط على شعري لا هذا بدور على شعرنا. الحمامات الزيت المصنعة وإلها ماركات مشهورة وإلها اسم معتمد في الوطن العربي وبالعالم كافة لو قعدنا تحت الستايمر تحت البخار يعني لمدة 15 دقيقة تحت حمام الزيت عم بعطينا هالزيوت هالمهدرجة اللي حكينا مع شوية إكريمات مصنعة علميا بتكنيك علمي وعلم واضح جدا فبنقدر إحنا نقعد 15 دقيقة أو مجرد 10 دقائق تحت الفبير أو الستايمر لكي تكون الزبونة بطريقة صحيحة. يعني أنا بقول شوي مصطلحات فرنسي وهو الحمام الزيت البخار أنا بقول عنه فبير أو ستايمر يعني بطريقتنا الصحيحة. طب مسيو خليل كم مرة بتنصح الصبية بالأسبوع تحط مثلا حمام زيت؟ كتير مرة واحدة يعني بتعرفي أكترية السيدات بيستعملوا حمام الزيت بيستعملوا مرة ولكن عند عملية تحميم الشعر مش كل يوم نستعمل حمام زيت عم بدور الشعر كمان أكيد. احنا قلنا مرة واحدة في الأسبوع يعني زمان كان عندنا أسبونات اشتراكات حمامات زيت حمامات زيت مرة. لك 4 سشوارات وحمام زيت مجانا أوكي حمام الزيت كنا نحطه بعد 4 سشوارات لكي نبدأ بسشوار جديد في بداية الأسبوع القادم. أكيد حابين نذكر بأرقام مسيو خليل تحت الهواء 0795877505 0799629290 ومعنا اتصال. ألو صباح الخير. يا صباح الخير. صباح الخير. يا أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا عبد الله صباح الخير الله يصبحك بالخير والله يا عبد الله انت شاشه نور مينا الله يخليك يا ربي سامعينك معك نعم احنا معك سامعينك تفضل ويا ست وكمان مسيو خليل ولغه نسرين انتم حقيقه يعني البرنامج الحصري اللي على كل فضائيات المملكه الاردنيه الهاشميه اللي دائما بنحييكوا على البرنامج وانا زي ما سميتك زغلول. يعني مسيو خليل انت ملك ملوك التجميل في الوطن العربي الله يخليك اشكرك يا رب تسلم وكمان وبنحيي اختنا نسرين الاعلاميه المتالقه ومن خلالكم كمان بوجه يعني كمان بحيي اخونا الاستاذ احمد القبلاوي على عودته الى قناه نور مينا القناة الأولى في المملكة الأردنية الهاشمية واللي حقيقة من الشباب المميزين واللي أنا بعرفهم يعني من 7 سنوات وأنا أتواصل على كل الفضائيات اللي من الشباب المحترمين بس مغاوز أنت دائما عبد الله سمعني؟ نعم سمعني أنت كويس؟ سامعك أنت مغاوز معنا يعني أنت نور مينا عندك الأولى في المحطات مش هيك كل لا عندك الاولى في المحطات انه كثير بيحكي البرنامج والله يا مسيو خليل نور مينا حقيقه يعني انا بجوز يعني لي 7 سنوات بتواصل عليها طيب الحمد لله 7 سنوات وانا بتواصل على كل فضائيات المملكه الاردنيه الهاشميه دون انقطاع يومي ودون كلل او ملل يوميا يعني اذا ما بحكي على كل الفضائيات يعني بمرض طيب قلنا تندردش شوي كيف البرد بعجلون اليوم والله مسيو خليل شتا اليوم احنا بدنا اياك زياره بدنا زياره تيجي زياره لمحافظه عجلون وتعطي محاضره لازم خلص مسيو خليل التجميل واللي دائما انت يعني يعني حقيقه اللي اكاديميه التجميل مسيو خليل السيد اللي وهي كمان انا بعتبرها الأولى في المملكة الأردنية الهاشمية والوطن العربي وأنت المعروف في الوطن العربي وكمان بدنا إياك تعطي بحييك وبدنا كمان يعني محاضراتك تتوسع وفي كل المحافظات في عجلون في إربد
في الصوت في كل المملكة، وانت اعطيت محاضرات كثيرة، ومن خلالك بحيي المخرج فراس مياز، المخرج المتألق، والمخرج محمد دراج، وكل قناة نور مينا، وعلى رأسهم سعادة النائب الدكتور أحمد رقيبات نائب الوطن، له منا كل الاحترام والتقدير. وأودي تحية لحبيبي الشاعر جمال الدلة، وكمان بقول لأختنا نسرين بأنها هي زغلولة البرنامج، وأودي تحية كمان لأختنا إحلام اللي كانت معك كمان وردة من وردات البرنامج، وبحييكم والله يحميكم، وشكرا لكم، ويحمي سيدنا ويعيش جلالة الملك يعيش المعظم، يعيش الله يحمي، والله يعطيك العافية. احنا في هذا الوطن الآمن دائما بنوجه تحية حب وتقدير إلى جلالة القائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني أدامه الله فوق رؤوسنا. وإحنا بتعرف يعني إحنا كأردنيين عندنا حب للهواشم، هيك في عروقنا، فاحنا بنحب كل الأسرة الهاشمية وبنحب الهواشم كافة، بنوجه لهم تحية، والله يحمي هالبلد ويحمي جلالة سيدنا ويحمي العائلة الهاشمية دائما باستمرار يا رب. نرجع مع نسرين، تفضلي. شكرا لك سيد عبد الله. مسيو خلينا نرجع نحكي عن الاكستنشن. نعم. والعناية بالإكستنشن، حكينا عن الشعر الطويل والعناية بالشعر الطويل، حابين نعرف كيف طريقة العناية بالإكستنشن. احنا في بداية حديثنا نقول احنا الأوائل في الأردن في تركيب الشعر الطبيعي. نعم. واحنا الوكلاء المعتمدين في الأردن بالشعر الطبيعي ومشتقات الشعر الطبيعي. الشعر الطبيعي يختلف إلى ثلاث أنواع، احنا قلنا أكيد. في بداية حديثنا انه في بداية الحلقات الأولى انه الشعر الطبيعي كان قديم جدا، نشتغله احنا على طريقة النلو ونحيكه بطريقة احياك ومسكه هيك مثل السجاد ونحيك ونقيم ونحط ونتعب ونصر ليالي عبين ما نعمل متر. اليوم المصانع في أوروبا اشتغلت في طريقة علمية وفي طريقة تكنيك علمي صحيح، بعشر دقائق بتعطيك هالنول هالشعر وبتشتغل فيه، والشعر من جميع ألوان مشتقات الشعر، ولكن هذا أنا بحكي على الشعر الطبيعي. أما الشعر المطبوخ جيد وليس مو جيد، يعني وسط بقدر نحكي عنه، هو بيعمل يعني ما بيخدم أكثر من الشعر الطبيعي. نعم. فالشعر الطبيعي يعني عندما استعمل له الألوان وتفتيح الألوان ومشتقات الألوان بضله شعر طبيعي مثل شعر الرأس، ولكن الشعر المطبوخ عم بضر في ضرر شوية، يعني قلنا احنا جيد شوي، يعني بتستخدم لشهرين ثلاثة بعدين بتتمزع وبتتكسر، لأنه في مادة البوليسترين والكيميكالز الموجودة اللي حكينا. نعم. فيها احنا الشعر الطبيعي يعني لما الست بتركب شعر طبيعي أو بدها باروكة طبيعية أو قطعة رجال طبيعي، فبيبين طبيعي الشعر الطبيعي سبحان رب العالمين، بيبين لعب الحرق ولا حك الشعرة ولا لف الشعرة طبيعي، من ملمسه طبيعي، من نمعانته طبيعي، من تفتيحه الألوان طبيعي. نعم. من شغل الفير على الغاز، لما زمان كنا نشتغل الفير اللي على الغاز طبيعي كتير كتير. وأنا يمكن أول محاضرة لإلي كانت عن الشعر الطبيعي لما أنا حطيت منهاج التدريب المهني لمؤسسة التدريب المهني، كنت أنا وأنا ذاك مع أستاذ أنيس النضر، كان عضو رئيس مجلس النقابة، وأنا كنت عضو في المكان، وكنت الناطق الإعلامي والمستشار الإعلامي للنقابة العامة، فكنا نحكي عن وضع تركيبة الشعر ومشتقات الشعر وأصول الشعر. فلما كتبت في المنهاج حطيت لهم أصول الشعر كيف يشتغلوا فيه وتركيب الشعر، فالشعر حلو، بتعرفي كتير من السيدات عم بيعانوا، يعني انت خلينا نوضح شوي ست نسرين، كتير بيعانوا من نقصان الشعر، من الوسواس القهار الموجود في جسم الإنسان، وهذا لعنة الله عليه صعب جدا، بتلاقي هالست تنبت شعرها وبصير فراغات كبيرة جدا حتى في المنطقة هاي كافة، أعطيني زوم شوي، حتى في هالمنطقة هاي بتقطع شعرها. وبتعرفي احنا بنطلب اول شيء لامراض الكانسر الشفاء التام باذن الله تعالى، الله يشفيهم، العلاج بالكيماوي بفقد الشعر، فبنقدر نركب باروكه. وما بتعرفي في سيدات من الثعلبه الذئب اللي حكينا عنها في حلقتنا، الذئب الحمراء الذي تمحي الشعر وتمحي الحاج وتمحي الرموش، ف
فبنقدر نركب لها شعر طبيعي مين نعمل تتواج لهم لرموشهم وبالآخر نقدر نركب الشعر لهم. الشعر كيف الاعتناء فيه؟ شعر مثل ما تعتني بشعرك الطبيعي اللي هو فروة شعرك بتقدر تعتني فيه، زي ما قلنا أي شعر طويل يحمم يغسل أو يحمم من الأسفل للأعلى بطريقة صحيحة، يتنشف شوي، بعد ما يتنشف شوي نبقى نمشطه شوي 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 هذا وننشفه ونحطه على شعرنا سواء بالكليبس، وإذا كان محيوك في الحياكة بنقدر إحنا زي ما حكينا نمشطه شوي شوي. وأنا في حياكتي يعني شوي كتير، حتى المصريين كانوا يستغربوا مني كيف أحيك أخلي سنتي بين الجلدي والحياكة، مشان الست بتحط إصبعها هيك تقدر تحمم من الشامبوهات الموجودة الموجودة. وإحنا إن شاء الله يعني رايحين نزودكم أنا ونسرين معلومات عن الشعر أكثر وأكثر لكي أنتوا تستمتعوا في وقتكم وتستمتعوا في شعركم يكون أجمل وأجمل بصورة طبيعة. تفضلي. معنا اتصال. ألو صباح الخير. ألو يا صباح الخير. ألو صباح النور. يا أهلا وسهلا فيكي. كيفك؟ مرحبا. كيفكم؟ الحمد لله حبيبتي. كيف صباحكم؟ الحمد لله تمام كويسين. أنا دنيا. أهلا وسهلا فيكي. أنا طبعا زبونة لمسيا خليل حتى جوتي سنتر. بالشكل مسيا خليل كتير طبعا أنا صح والحلوة. انت من دنيا من العراق اخت فاضله مش هيك؟ نعم من اربيل. يا هلا فيك في اربيل، قريبا في اربيل. كيفك كيف الوالده؟ طمنيني عنك. تمام. يا هلا فيك. يا هلا فيك مسيا خليل. الله يخليكي. والله انا بوجه لك تمام بشكرك كثير طبعا مسيا خليل على نصائحك الحلوه. الله يخليك. انا طبعا هيك عملت حبيت اعمل مداخله صغيره. تفضلي. هيك اشكرك كثير طبعا. عن جد انت بترجع البسمة لكل صبية. امين يا رب. الثقة. انا جيت على البيوتي سنتر عملت تنظيف بشرة عملت بوتوكس. كيف البوتوكس على شعرك؟ بدي تحكي للمشاهدين كيف البوتوكس على شعرك. والله يعني عن جد رجعت لي البسمة، هيك بحس حالي مثل الطاووس بالبيت. عن جد يعني انا بنصح كل صبية انه تيجي لبيوتي سنتر لعندك، انت عن جد رمز للجمال. الله يخليك يا رب. كثير مسي خليل وحابه هيك بس اشكرك يا ستي. اشكرك كلك كل الاحترام وانا بتمنى لك دوام الصحه وانت قريبه مسافره على اربيل، وسلامي الى الوالد والى الاهل كافه. لكن فعلا احنا اعزائي المشاهدين ليس احنا نحكي ونتدخل دائما في الموضوع، ففعلا والله احنا ندخل البسمه على وجوه المشاهدين يعني بطريقتنا الصحيحه وعلمنا. احنا لنا خبرة 30 سنة في عالم التجميل يعني ما شاء الله قضيناها سفر وقضيناها تعب وقضيناها في كل مراحل. حتى نسرين لما بتعد الحلقة عندي من كتر ما بتشوف بتصير تكتب لحلقة وبتقولي مسيو خليل بدنا نحكي هيك وهيك وهيك. فبتمنى لأقول أخت دينا ولكل اللي بتصلوا معنا كل الحب والاحترام والتقدير. مسيو خليل وصلنا لنهاية البرنامج، طبعا لا يمال في عنا كتير مواضيع بدنا نحكي فيها إن شاء الله بالحلقات الجاية، فشو حابب تحكي للمشاهدين؟ خلينا أوجه تحية شوية هيك أعزائي المشاهدين لمؤسسة التدريب المهني. أنا غبت عنكم كتير 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 ولكل مراكز التجميل في المحافظات غبت عنكم وعن مؤسسة التدريب المهني. والله صار شوية اتفاق هيك أنا والأستاذ مساعد مدير مؤسسة التدريب المهني، وإن شاء الله راجع لكم وأعطيكم هالمحاضرات وأعطيكم هالندوات. وبوجه تحية لأستاذنا الكبير والعريق شيخ المنتجين الأستاذ محمد دراج والمنتج عبد الله أرقبات والأستاذ فراس البياس. أنا فراس من المخرجين المبدعين وزميله يعني عن جد له فكرة كثير رائعة وعملاق. المخرج كمان اللي هو احمد القبلاوي له مني كل الاحترام، وبشكر كادر نورمينا من البدايه حتى النهايه، وبشكر سعاده النائب احمد القبات له مني كل الحب والاحترام، وبشكر مشاهدينا ومحبين نورمينا لكم مني كل الاحترام، ومحبينا في الوطن العربي كافه لكم مني من خليل السيد كل الحب والاحترام. وجيت بوقتك يا خليل. باي باي.